ورحمة الله وبركاته. الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في ذمة الله الرئيس الغانم فقدنا شيخا جليلا، ونسأل الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته. عبد الرحمن عبد الخالق انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ الجليل عبد الرحمن عبد الخالق صباح اليوم عن عمر يناهز 80 عاما، إثر أزمة قلبية مفاجئة تعرض لها أمس، وأدخل على إثرها إلى مستشفى الصباح. من جانبه نعى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، وفي تغريدة على حسابه بتويتر ببالغ الحزن والأسى تلقينا خبر وفاة الشيخ الجليل عبد الرحمن عبد الخالق، ونسأل الله جل وعلا أن يرحمه برحمته الواسعة ويسكنه جنات الفردوس، وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان. ربنا يرحمه برحمته الواسعة.